أخبار ظهيرة من القناة الثانية، وهذه أبرز عناوينها. بعد انتظار تمطر على المقاييس بإفران 29 مليمترا في الظهيرة، أثر تساقطات المطر على الأراضي الزراعية في نقطتين الرباط والدار البيضاء. وأحمد الحساني يطلعنا على توقعات الأرصاد الجوية. والوضعية المائية في المغرب وسبل الاقتصاد في استهلاك الماء مسؤولية يتقاسمها المواطن ومن يدبر المجال، كيف ذلك؟ نادية اليوبي توضح في فقرتها عين على البيئة. وتتابعون، بريطانيا تؤسس لما بعد البريكسيت وتفتح نافذة على إفريقيا ضمن قمة استثمارية هي الأولى من نوعها، يشارك فيها المغرب إلى جانب 15 بلدا إفريقيا. وبإقليم تيزنيت تتواصل فعالية أيام الفن والتراث والمنتجات المجلية، محطة لإبراز تجليات المشهد الإقليمي التنموي والطبيعي وتقديم صورة موجزة تستحضر الدينامية المجلية للمنطقة وتنوعها الثقافي. التفاصيل والتقنية. أهلا بكم. ليلة ماطرة عاشتها الساكنة بمختلف جهات المملكة. بالدار البيضاء بلغت كمية تساقطات 16 مليمترا إلى حدود الساعة 6 من صباح اليوم، 15 مليمترا ببن سليمان. تساقطات سيكون لها الوقع الإيجابي على الموسم الفلاحي، كما سنتابع في هذا النموذج من ضواحي العاصمة الاقتصادية مع حميدة مربوحة وجليل بن فتان. تختزل ملامحها فرحة سيدة خبرة الأرض تدرك جيدا قيمة مطر يسقي الحرث والنسل. 16 مليمترا كمية التساقطات المطرية إلى حدود السادسة من صباح اليوم بالدار البيضاء. نفع في الخضرة، في داكشي اللي ديال القطن اللي عندايره، في كلشي، في البهيمات ما كرهناش فيها، الحمد لله فيها. الشتا جات في الوقت ديالها ومازال خاصة الشتا، والحمد لله غادي تنفع الفلاحين بزاف، والوقت كانت خاصة الشتا مزيان. نحن بضواحي البيضاء بالشلالات، منطقة فلاحية تشتهر بزراعة الخضروات، والصورة من حقل مخصص لإنتاج الملفوف أو الكرنب بعد طول انتظار وترقب أمطرت في زمن مفصلي من عمر الموسم الفلاحي. عطلت بهذي الشهر وغادي تنفع شوية الزرع وتنفع الفول والربيع البهيم. تنفع السلعة المزوزية، عداس، حماس، دراع، هذه الأخرة وزرع المازوزي كاع كتنفعو. هي أمطار يأمل الفلاحون في استمرار تساقطها حتى تروي أرضا في حاجة إلى قطرات مطرية تنعش الزرع وتبدد كابوس الجفاف الذي انتاب الفلاحين بسبب تأخرها عن موعدها. وندقق أكثر في هذا الموضوع مع الزميل أحمد الحساني. أهلا بك أحمد. أهلا بشرى. إذن هل سيستمر يعني هذا الطقس الماطر؟ طبعا هي تساقطات مطرية كما أشرتي طال انتظارها، ومصدرها كان المنخفض الجوي المتمركز حاليا بالجزائر، وكان سبب نزول تساقطات مطرية كانت بكميات هامة بعدد من المناطق الشمالية والشرقية بالبلاد، وأيضا تساقطات ثلجية بشرى. فتساقطات المطرية على سبيل المثال بلغت إلى حدود الساعة 6 من صباح يومه الاثنين 29 مليمتر بإفران، 20 مليمتر سجلت بتورير، 18 بمكناس، 17 بفاس السايس، 16 مليمتر بمدينة الدار البيضاء، 13 بالرباط وسلا، و11 مليمتر بيكون بني ملال الناظور والحسيمة. أما التساقطات الثلجية فحصة الأسد كانت بإقليم أزلال حيث بلغت 30 سنتيمتر بقمم جبال رات، 13 سنتيمتر سجلت بمشليفن، و7 سنتيمتر بلالة عزيزة. إذن الأجواء الماطرة ستتواصل خلال الأيام القادمة، لكن ستقل حدتها يوم غد فقط، ولكن ستتواصل بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، إضافة إلى تساقط ثلجية بقمم الريف. وبالنسبة لدرجات الحرارة فستنخفض كذلك، فمن المرتقب أن تسجل 3 درجات تحت الصفر صبيحة يوم غد و6 درجات بمدينة الدار البيضاء بشرى. إذن أحمد الحسني شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وسكان العاصمة استشعروا من دون شك هذا الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب بتساقطات مطرية مهمة تجاوزت 13 مليمترا، استبشروا بها خيرا كما سنتابع في روبورتاج جيهان دوبلالي ومولودي زينتين.
أول الغيث قطرة، وقطرات الخير هذا الصباح بالعاصمة الرباط أثلجت صدور الساكنة. الشتاء ديال هذا الوقت هذا فيها الإدام ديال العام كامل، ومازال إن شاء الله يعطي ربي الخير. الحمد لله طاحت عامة في المغرب بأسرير، اللهم لك الحمد بعد الساعة هذه. الحمد لله هذه البركة اللي كتجرى الخير، المغرب كامل كيستافد منها، والإنسان الحيوان البشرية كلشي كيستافد. هاد قطرات الخير اللي جات ان شاء الله غادي تعود علينا بالنفع، باش بلادنا تمشي لقدام، وكما يقولوا حتى الاقتصاد كله مرتبط بالشتاء. الاكيد ان هذه التساقطات ستزيد من مخزون المياه في السدود والابار، وستحيي الارض وما عليها من زرع وضرع. والأكيد طبعا أن هذه الأمطار تنعش الفرشة المائية، ليس كذلك نادية؟ بطبيعة الحال فالفرشة المائية في المغرب هي في حاجة إلى أمطار أكثر من هذا المعدل. لبداية أهلا ومرحبا بك. أهلا بك بشرى. سنتوقف يعني كما تابعنا مؤخرا بأن جلالة الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل كانت قد خصصت للبرنامج الأولوي الوطني للتزويد بالماء الشرب ومياه السقي، ويضم محاور عدة، منها تنمية العرض المائي فيما يتعلق في ببناء السدود وتدبير الطلب وتثمين الماء خاصة في القطاع الفلاحي. نعم. إذن نادية، أين يتموقع المغرب داخل ترتيب الدول نعم. التي تعاني إجهادا مائيا؟ نعم، للإجابة على السؤال بشرى دعينا نقدم بعض المعطيات الرسمية والتي قدرت حجم الموارد المائية الجوفية القابلة للاستغلال بطريقة مستدامة بحوالي 4 ملايير متر مكعب في السنة و18 مليار متر مكعب من المياه السطحية، أي ما يعادل 20% من الحجم الإجمالي للمياه الطبيعية المتاحة. وضعية نذرة المياه بشرى في المملكة يمكن وصفها بالمقلقة. لماذا؟ لأن الموارد المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب سنة 1960، مقارنة أيضا ب 1700 متر مكعب للفرد الواحد، وهو المعدل العالمي الذي أوردته منظمة الصحة العالمية، ويرتقب أن تنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030. إذن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد حذر في وقت سابق من أن الحق في الماء والأمن المائي مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف، مما يعني أن الكل معني بالانخراط في ورش ترشيد استعمال الماء، ليس فقط يعني على مستوى مؤسسات الدولة، ولكن أيضا فيما يتعلق بالأفراد. نحن كأفراد مطالبون جميعا بأن نساهم في هذا الورش الكبير، وهو من خلال ترشيد الاستعمال اليومي بالنظر إلى معدل الاستهلاك اليومي بشرى في المغرب يتراوح ما بين 70 و80 لتر. وهنا أعرج بك أيضا على بعض الكميات التي نستهلكها يوميا دون أن ننتبه إلى أننا نصرف والذي نتسبب فيه. مثلا كمية المياه المستهلكة يوميا للاستحمام هي تتراوح ما بين 120 إلى 150 لتر، آلة غسل الأواني وأيضا آلة غسل الملابس بين 60 و80 لترا. أما المياه التي نستعملها لغسل السيارة فتصل إلى 300 لتر للسيارة الواحدة يوميا، واليوم الكل مطالب بترشيد استهلاكه للماء كسلوك مواطن يرقى بالفرد إلى مستوى الإنسان الواعي بضرورة الحفاظ على موارده الطبيعية. ونسوق اليوم مثالا لشكل من أشكال ترشيد استعمال الماء الموجه لغسيل السيارات ضمن روبورتاج أعدته سمية الدهيمي، والتعليق كان لك سعاد زعتراوي. في زمن ندرة المياه تبدو هذه الصورة صادمة، فمن أجل غسل سيارة واحدة تهدر المئات من اللترات من الماء، والسلوك ما زال حاضرا في غياب الوعي الحقيقي بأهمية الحفاظ على الماء. كاين الناس اللي كيخرجوا تيو وكيغسل به الطوموبيلات ديالو وكيبدر، وكاين الناس اللي كيعانيو بزاف، كيبغوا غير قطرة من داك الماء اللي كنضيعوا ما كيلقاوش. ظهرت في الآونة الأخيرة مقاولة صغيرة تعتمد مبدأ غسل السيارة بقوة الضغط، حيث انتقل استهلاك الماء من 120 لتر للسيارة الواحدة إلى أقل من 5 لترات. كنحافظوا على الماء بزاف، كنخدموا بالبرد أكثر من الماء، كنديروا فيها 300 لتر ديال الماء، كنمشيو كنضربوا ما بين 9 حتى 12 طوموبيل، وتيجيبوا لي فواتور ديالهم ولا تريبورتور ديالهم بهذيك الكمية القليلة، وكتكون وكتخرج السيارة نظيفة، والحمد لله كنساهموا أننا نحافظوا على بيئتنا ونحافظوا على شوية الماء اللي عندنا.
مقاولة أخرى ارتأت في غسل السيارات بدون ماء حلا لمعضلة الإسراف في هذه المادة الحيوية، فبأقل من نصف لتر واحد فقط يمكن غسل أكثر من سيارة واحدة باعتماد البخار ومواد صديقة للبيئة وباعتماد عازل يسهل عملية تنظيف السيارة دون الحاجة إلى إهدار الماء. الغاية ديالنا حنا كنقولوا كنقلبوا على مواد العلم طريقة هي باش نحافظوا على البيئة، وباش اللي هي طريقة كتعاوتاني ما يمكنش فيها التبذير، وباش نوصلوا لوليداتنا عاوتاني كثقافة بأننا خصنا نحافظوا على البيئة ونحافظوا على الماء. بالنسبة لافابور كنديروا 10 يتر كتقدر دي لينا حتى ل 20 30 سيارة. السر هو لي برودوي اللي كنستعملوا، لأن حتى هما كيعاونونا باش ما نستهلكوش الماء بزاف وما كيلوتوش. كاينة تقنية جديدة اللي هي الفيلم الحماية اللي هو كيتوضع فوق من السيارة وكيحمي لنا السيارة ديالنا من الخدوش ومن من من الغبرة من الرملة من الليموستيك من أي حاجة كتحط فوق السيارة. ولا اللي مهم في الأمر هو أننا ما غنحتاجوش الماء باش نغسلوا السيارة. هي أحدث التقنيات في مجال غسل السيارات، ومثل هذه المبادرات الفردية تحتاج إلى التعميم والتشجيع من الجهات المسؤولة. ومن يملك مبادرات لترشيد استهلاك الماء يمكنه أن يتواصل معك. نعم. في أي وقت؟ نعم في أي وقت، نحن ننتظر أن تصلنا اقتراحات وابتكارات في مجال ترشيد استعمال الماء، الاقتصاد في الطاقة، كل ما له علاقة بحماية البيئة. ونحن هنا نذكر بأن بريدنا الإلكتروني هو رهن كل من يملك مبادرة بيئية citoyen-ecolo@2m.ma، وأيضا موقع التواصل الاجتماعي على صفحة الفيسبوك على موقع التواصل الاجتماعي 2m.ba. راسلونا كما يفعل الجميع باقتراح مبادراتهم، وسوف نقوم بطرح مشاكلكم البيئية ومواعيدكم. ولا تنسوا أن حماية البيئة هي مسؤولية الجميع، وعلينا جميعا أن نرشد استعمالنا للماء في داخل البيوت أيضا، أليس كذلك بشرة؟ صحيح، ولا ننسى أن المواعيد يتجدد معك الاثنين المقبل إن شاء الله. في سياق الاضطرابات الجوية دائما بإسبانيا، سقط شخص وألغيت نحو 150 رحلة مع وصول العاصفة القوية غلوريا المصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة وثلوج إلى البلاد. هذا وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اشتداد العاصفة على مدى ساعات الليل واستمرارها حتى الثلاثاء، معلنة حالة تأهب القصوى في 10 أقاليم انتظارا رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار. لذلك طلبت السلطات سكان المناطق الساحلية بالابتعاد عن الشواطئ لتجنب التعرض للانجراف بسبب الأمواج. لا حوار جدي بين طرفي النزاع في ليبيا، الكلام هنا لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي صرح في مؤتمر صحفي في مطار برلين عقده عقب المؤتمر الدولي الذي احتضنته أمس برلين بأن المؤتمر كان مفيدا جدا، لكن من الواضح أننا لم ننجح حتى الآن في إطلاق حوار جدي ودائم بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر اللذين لم يجتمعا على غرار لقاء موسكو. من جهتهم وعد قادة الدول الرئيسية المعنية بالنزاع في ليبيا باحترام حظر الأسلحة الذي قررته الأمم المتحدة في عام 2011 ورفض أي تدخل أجنبي في النزاع. إلى لندن، حيث تبحث بريطانيا عن شركاء اقتصاديين جدد في أول قمة استثمارية يترأسها رئيس الوزراء البريطاني إلى جانب 16 قائدا من دول إفريقية، والمغرب حاضر ممثل بوفد يقوده رئيس الحكومة في قمة تؤسس لمرحلة ما بعد البريكسيت التي ستنهي أكثر من 40 سنة من التعاون والتبادل التجاري المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي. المزيد في تقرير سعاد زاهد راوي. بين الرباط ولندن علاقة استراتيجية قوية يحضر فيها الشق الاقتصادي وبقوة، ويحضر المغرب في القمة البريطانية الإفريقية التي انطلقت قبل قليل لتجديد الالتزام المشترك بين المملكتين. بريطانيا في هذه القمة تعبد الطريق إلى القارة الإفريقية وتؤسس لمرحلة ما بعد الاتحاد الأوروبي. هي أول قمة استثمارية يحضرها 16 قائدا إفريقيا ورجال أعمال. وتراهن لندن ما بعد البريكسيت على القارة الإفريقية بعدما خسر الاقتصاد البريطاني حوالي 70 مليار دولار في السنة بسبب طلاقها عن الاتحاد الأوروبي.
نحن لسنا مجرد أصدقاء وحلفاء للأفارقة، بل يمكننا القيام بعلاقات جادة معهم. نحن مستعدون للقيام بهذا العمل في عالم يعرف تنافسا شديدا. هناك الكثير من التطلعات، لكن اليوم لابد من عرض ما لدينا للعالم الذي يعرف تنافسا شديدا. سنظهر للعالم بأن بريطانيا هي شريك اليوم والغد وشريك العقود القادمة. وجهة استثمارية جديدة مثمرة طويلة الأمد، رهان قمة لندن اليوم. وفي بيان لرئيس الحكومة البريطانية، يعد بوريس جونسون بالإعلان عن ميلاد العديد من الاتفاقيات بقيمة مليارات الجنيهات وجعل الاستثمارات البريطانية الإفريقية ركيزة أساسية لبناء علاقات دائمة مع إفريقيا. يومان قبل انطلاق القمة، يوقع المغرب وبريطانيا 4 اتفاقيات شراكة تضمن استمرارية الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين المملكتين. في موضوع آخر، بفضل انطلاق تشغيل العملية المنائية بميناء طنجة المتوسط 2، قام هذا الأخير بمعالجة أكثر من 4,800,000 حاوية من حجم 20 قدما، أما مجموعه 1,065,000,000 طن من البضائع. معطية جاءت في بلاغ للسلطة المنائية حول حصيرة المركب المنائي العام الماضي، التي أوضحت أيضا أن عدد السيارات الجديدة المعالجة بالمحطتين المنائيتين المخصصتين لتصدير واستيراد العربات قد تجاوز عتبة 500,000، في حين سجلت حركة المسافرين استقرارا بعبور ما مجموعه 2,775,402 مسافر. بالرباط، بغرفة الجناية الابتدائية بمحكمة الاستئناف، انطلقت قبل قليل أطوار الجلسة الخامسة من مسلسل محاكمة المتهمين في قضية تعذيب وقتل حنان التي هزت الرأي العام الوطني الصيف الماضي، قضية يتابع فيها المتهم الرئيس بتهم ثقيلة في مقدمتها القتل العمد. الزميل عبد الحميد مرابط من أمام محكمة الاستئناف بالرباط، معه باقي التفاصيل. بعد إرجاء النظر في قضية حنان 4 مرات تواليا، آخرها كان بسبب غياب أحد أعضاء هيئة الحكم، وكذا بطلب من الدفاع للتأكد من مدى قانونية إحدى الجمعيات الحقوقية التي نصبت نفسها طرفا للمطالبة بالحق المدني، بعد هذه التأجيلات المتوالية انطلقت قبل قليل من الآن هنا بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وتحديدا بالقاعة رقم 1 التي غصت بالحضور ووسائل الإعلام، وقائع الجلسة الخامسة في مسلسل محاكمة المتابعين في تعذيب ومقتل حنان، إذ ينتظر أن تناقش هذه القضية اليوم إذا اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ولم يطرأ طارئ يستوجب الإرجاء. هذه القضية يتابع فيها 10 متهمين، 8 منهم في حالة اعتقال واثنان في حالة صراح. المتهم الرئيس يتابع بتهم ثقيلة من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاحتجاز وارتكاب أعمال وحشية واستعمال وسائل التعذيب، فيما يتابع الآخرون بتهم المشاركة في هذه الأفعال وعدم التبليغ وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وتصوير الضحية بدون إذنها قصد التشهير بها. هذا وتعود أحداث هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني وحركت ضمير المجتمع الحقوقي إلى شهر يونيو الماضي بعد تداول شريط على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحادثة التعذيب والاعتداء على الشابة حنان البالغة من العمر 34 عاما والتي لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى متأثرة بجراحها. في إطار تجويد الخدمات الصحية بمدينة الداخلة، المستشفى الجهوي الحسن الثاني يتعزز بمعدات طبية حديثة تم إحضارها من أجل إجراء عمليات دقيقة كجراحة تنظير للجراحة الباطنية فائقة الدقة وغيرها من أجهزة التنظير الداخلي بالمنظار والفيديو. المزيد في الروبورتاج زكريا إيت عبد المجيد ونزار بحوت. مؤخرا تم تزويد مستشفى الحسن الثاني بالداخلة من قبل وزارة الصحة بمعدات طبية حديثة ستمكن الأطباء من إجراء عمليات جراحية ستقلل من الأعراض الجانبية للمرضى من خلال تقنية الليزر ثنائي القطب. هنايا في مستشفى الحسن الثاني بالداخلة حصلنا على تقنية ديال ثنائي القطب اللي كتمكننا أننا نديروا هذه العمليات في وقت وجيز،
واننا نحصلوا على نتيجه مزيانه. النزيف كيكون قليل، عدد الايام ديال الاستشفاء كتكون قليله. اعتماد تقنيات عاليه الدقه لاجراء العمليات الجراحيه خصوصا لمرضى القصور الكلوي والبروستات من شانه تقريب اجال المواعيد وتقليص مدة الاستشفاء وكذا خفض كلفة العلاج بالنظر إلى قلة الأدوية التي يأخذها المريض بعد إجراء العملية. هذه العملية تدار أول مرة في جهة الجنوب، هذه غتتمكن المرضى ديال اللي عندهم القصور الكلوي اللي عندهم الكالكيل غينو بأنهم قدروا يفتحوا هنايا بواحد السيليوسكوب بيبولار اللي كيمكن من تفتيت الحصى ديال الكلي، وهذه الجراحة هذه جد متقدمة. تجويد الخدمات الطبية وتسهيل حق المرضى في الولوج للعلاج مفاتيح المنظومة المحلية تعمل على تحسينه باعتبار قطاع الصحة أحد أهم الأولويات في المنطقة. أيام إقليم تيزنيت المنظمة إلى غاية 25 من يناير الجاري تتغيى إبراز تجليات المشهد الإقليمي التنموي والطبيعي وتقديم صورة موجزة تستحضر الدينامية المجالية للإقليم وتنوعه الثقافي عبر معرض للصور الفوتوغرافية والمخطوطات التراثية ومتحف للتعريف بتاريخ الإقليم ومعرض للمنتجات المجالية. حسين الزيك ويصبح. أن تتألق تيزنيت بقلب أكادير، إنه واحد من محاور أيام إقليم تيزنيت والمنظمة طيلة العطلة المدرسية الحالية بممر أيتسوس وسط مدينة أكادير. تظاهرة سيكتشف من خلالها الزائرون والسياح المشهد التنموي والثقافي لتيزنيت. اليوم كنصادفوا تيزنيت في قلب اكادير، يعني بواحد الحله اللي غنقولوا ما تصوروش كي دايره، اللي عطات الاكادير واحد الجماليه واحد الرونق. تحيه كبيره وخالصه لساكنه تيزنيت والناس ديال تيزنيت، لانه هذه منطقه اقليم كله باكمله اخرج نفائسه لعرضها على الجمهور وعلى المواطنين. فما يتلج الصدر ان المنظمين لم ينسوا أعلام المدينة. معرض للصور الفوتوغرافية وآخر للمؤلفات والمخطوطات التيزنيتية ومتحف متنقل للتعريف بمؤهلات إقليم تيزنيت وتنوعه الثقافي وتجذر مظاهره التراثية واحتضانه لقيم الانفتاح والتسامح من خلال الموروث العبري. المكون ديال الأبواب الإقليم اللي العنوان ديالو تيكورانغ، يعني ابوابنا اللي كتشمل مجموعه من الابواب الاقليميه بمدينه تيزنيت، وكيشمل مجموعه من المخطوطات العريقه جدا. وهذه المخطوطات فعلا هي مخطوطات لها تاريخ عريق، وكذلك جناح خاص بالمخطوط اليهودي اللي هو كذلك مهم جدا في هذا الاقليم. ايام تيزنيت بعاصمه جهه سوس ماسا استضافت أيضا أزيد من 60 تعاونية ومقاولة للمنتجات المحلية والحرف التقليدية تتقدمها الصناعة الجلدية وإبداعات الفضة التيزنيتية. تيزنيت كإقليم قلنا بأنه بحاجة إلى أن يسوق في إطار التسويق المجالي صورته ويوصل مؤهلاته سواء طبيعية منها الاقتصادية، جميع الديناميات اللي عندها العلاقة بالفن بالتراث بالمكانة ديال تيزنيت وبالموقع ديالها. وكنتمنوا أن بهاد المبادرة هذه نكونوا حققنا هاد المسعى اللي هو أن الصورة والسمعة والإشعاع ديال تيزنيت نوصلوه للجميع. إقليم تيزنيت بتعداد سكاني يتجاوز 75,000 نسمة وبمعالم تاريخية تعكس الموروث المادي واللامادي للإقليم بمختلف تجلياته. التظاهرة التسويقية لتيزنيت بأكادير والتي تستمر إلى غاية نهاية هذا الأسبوع فرصة لاكتشاف تجليات مدينة غالية علينا جميعا هي مدينة تيزنيت. وننهي النشرة مع الاحتفالات بالسنة الأمازيغية الجديدة، حيث نظمت جمعيات دزوري للثقافة والتنمية حفل القعدة في نسخته الثالثة، وضمن البرنامج وصلات من موسيقى البلوز وجناوة وأحواش من أجل التعريف بالتاريخ والثقافة الأمازيغية المتجذرة في التاريخ. أسامة أفقير وعبد العلي عمراش. من عمق الصحراء أتت هذه الفرقة الموسيقية إلى عروس الشرق وجدة
في جبتها أنغام البلوز الصحراوي، والحدث مناسبة لتذوق موسيقى أمازيغ الصحراء. تفاعل معنا الجمهور بشكل كبير، قدمنا لهم أغاني ديالنا اليوم في ألبوم 2019 اللي هو ألبوم عزيز ديك. قدمنا لهم أغاني كأنسوف، قدمنا لهم أسيد يعني النور، قدمنا لهم تيويزي يعني التعاون. كنعتز بالثقافة الأمازيغية وأنا فخورة حيت كاينة هاد الثقافة في المغرب، وفخورة جدا وأكثر حيت كاينة في وجدة بالضبط، وحيت كاينين الناس في وجدة اللي كيحاولوا يرسخوها في الذاكرة ديالنا. فن جناوة كان له نصيبه في ليلة القعدة. فرقة غوبال فيجيون أمتعت الحاضرين بوصلات غنائية روحية هنا في خزانة الشريف الإدريسي. القعدة هو واحد ليفينمون اللي كنعيطوا الناس باش يجيو يجلسوا في الأرض، يعني القعدة يجيو يجلسوا ويسمعوا الموسيقى روحانية في جو تراثي مغربي محض، في حين اختيار المكان أو المكتبة ليس بمحض الصدفة، وإنما حيتاش هي داخلة في التراث المغربي المادي. ليلة الاحتفاء بحلول عام أمازيغي جديد تنوعت فيها البرمجة الموسيقية. فرقة أحواش بدورها كانت لها لمستها الخاصة. بقي أن أذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة. بعد انتظار تمطر أعلى المقاييس سجلت بإفران 29 مليمترا، بالدار البيضاء بلغت كمية التساقطات 16 مليمترا إلى حدود الساعة 6 من صباح اليوم، 15 مليمترا ببن سليمان، 13 مليمترا بالرباط، تساقطات سيكون لها الوقع الإيجابي على الموسم الفلاحي. هذا وتتوقع مديرية الأرصاد الجوية استمرار الأجواء المطرة طيلة الأسبوع خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية والوسطى، إضافة لانخفاض في درجة الحرارة بمرتفعات الجنوب الشرقي والريف مع تساقطات ثلجية محتملة. نهاية هذه النشرة، يمكنكم الاطلاع على باقي أخبار الوطن والعالم على موقعنا الإنترنت دوزام.ما أو على التطبيق ماي دوزام. بداية أسبوع موفقة، في أمان الله.